السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. علاش انا نتكلم على هذا السؤال؟ لانه داخل في شي حاجه اللي احنا قلناها، تكلمنا على القهوه وتكلمتي على ان الناس يقدروا ياخذوا القهوه كحله بالسحور ديالهم لاسباب. الناس ربما كيكونوا خداو كاع السعرات الحراريه اللي خلال النهار اللي هي 1500 الانسان العادي تل 2000 بالنسبه للناس اللي عندهم ربما ريجيمات او شي حاجه من هذا القبيل. السيده تكلمت قالت صباحكم مبروك دكتور، بغيت البرنامج اللي قلتي، تبعت البرنامج اللي قلتي، ولكن للاسف ملي خديت القهوه كحله في السحور طار عليا الناس بالتحديد من 3:30 ديال الصباح حتى ل 8. واش كاين شي بديل ديال القهوه؟ ممتاز. يعني فوزيه اللي الناس دائما كيقلبوا على البدائل، وانت ديما كيكونوا عندك بدائل. مرحبا. هو في الوقيته ديال بحال هاد الناس هادو اللي كيكونوا كيعانيوا من الى شربوا مثلا القهوه كيفيقهم، ف نورمالمون نعم في الوقيته اللي تاخذ الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا كياخذ الكاس ديالاش كاس اللي النص ديالو فيه العصير ديال التفاح والنص الاخر فيه العصير ديال المعدنوس. ياك العصير ديال التفاح والعصير ديال المعدنوس. الناس اللي كيطير لهم النعاس بحال هذا الشكل هذا، عوض ما ياخذوا ديك القهوه ياخذوا هذا العصير بهذا الشكل هذا، فهو كيعطيهم كذلك واحد كيقول دوك الادرينالين وكيقول يقول الكورتيزول سيروا دخلوا شدوا الاماكن ديالكم باش ارتاحوا. تخرج لنا دوك لي تروا زورمون الاخرين اللي تكلمنا عليهم، لا ميلاتونين لا فالونتونين اي لا سي ام اش. نعم. هادو هما اللي نورمالمون خصهم يكونوا عندنا في الليل باش يجيب الانسان داك الراحه ديالو وداك النوم ديالو على الشكل المطلوب. هذه ديال التفاح حتى هي كتدخل في انها فعلا الانسان اللي بغات ينقص الوزن ديالو اللي فريمون زايد في الوزن هذا حتى هي كتعطي عليه بحال بحال القهوه، وحتى هي كتطلع على سميتو كتطلع الميتابوليزم. حنا علاش عطينا الناس يشربوا قهوه في ديك الوقيته؟ نعم. لان القهوه كتطلع الميتابوليزم ب 5%، وهذا زيت الكوكو حتى هي كتطلع الميتابوليزم ب 5%، هذا العصير اللي تكلمنا عليه حتى هو كيطلع الميتابوليزم ب 5%. اذا الناس اللي عندهم وبثلاثه بهم ما فيهمش المشكل اللي كاين في العصير هو انه فيه سعرات حراريه. نعم. حناش علاش حيدنا اللي فيه السعره الحراريه باش نعوضوه غير بالقهوه؟ لان القهوه خاليه من السعرات الحراريه. نعم. وكتطلع لي الميتابوليزم الاخرى، يعني كتحبس لك حتى الشهيه في كثير من الاحيان، كتحبس الشهيه بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. هنايا شفنا مواد ومعوضات اللي كتقدر تدار باش ان كتخلينا كل الهرمونات اللي خاصها تطلع خلال شهر رمضان والهرمونات اللي خاصها ترتاح في هذا الشهر هذا. كنقولوا حنا صوموا تصحوا، يعني الصيام راه ماشي فقط غير ماكله، ولكن الصيام راه ارتباط وكاين واحد التسلسل ما بين كل حاجه وحاجه. الماكله ديالنا، الصحه ديالنا من خلال العلاجات، من خلال الوقائيات، ثم شويه ديال الرياضه، شويه ديال الراحه، عاد الغذاء الروحي اكيد. هنا بزاف الناس يقول لك اشنو خاصني ناخذ وشنو خاصني نخلي؟ اشنو خاصني ناخذ؟ بحال مثلا الناس اللي ربما تيعطشوا بالنهار بزاف. سي فغي الحمد لله لحد الان الجو مبرد. ممتاز. هنا في مدينه الدار البيضاء، انا نتكلم على مدينه الدار البيضاء، الجو شويه مبرد. قنيطره كيف داير الجو؟ تعرف القنيطره تبارك الله الحمد لله، دونك ما كاينش ديك الحراره اللي نقولوا نقدر تعطينا الجفاف ديال الذات ديالنا او غيره، ولكن اشنو الاشياء اللي خاص الانسان ياخذها للناس اللي كيحسوا بالعطش باش ما يعطشوش بالنهار؟ ممتاز. الو الناس اللي كيحسوا بالعطش كاين واحد الوصفه مصريه. نعم. غير كيوصل سيدنا رمضان كلشي المصريين كيمشيو يشريو هاد المحلول وكيبداو يشربوه في طيله رمضان، وفعلا وعطينا شي حاجه تكون عندنا حنايا هنا. لا موجوده. وفعلا لما كيشربوا الانسان كيحس براسو بان ذاك الاحساس بالعطش كيقل عنده تقريبا بواحد 90 حتى 100%. نعم. اشنو هو المحلول العجيب؟ وهو الشاي ديال العرقسوس. نعم. كان كيسحبني انا تقول العصير ديال الخشاف اللي هو عصير مصري تيدير قبل الفطور، انا نعطيك انا هذه الوصفه. ياك ما عرفتش هذا الخشاف بعد هذا كاع شنو هو. وي ولا عصير زوين. هذا الناس اللي عندهم مشكل مثلا ديال كيخافوا من ان يكون عندهم عطش في النهار ديال العمل ديالهم، شنو كيطلب؟ يا اما يشد العرقسوس يبقى ياكلو طيله ذاك الليل، يبقى يمسو بحال الطريقه اللي كنا كنستعملو، او لا كيدير شاي. كتاخذ معلقه العرقسوس بودره وكت معلقه كبيره وتخوي عليه الماء سخون وتخليه المده ديال 10 دقائق وتصفي وتشرب.
فهو من الاشياء اللي كتخلي الماء محبوس عندنا في الداخل ديال البيت ديالنا، يعني داخل الجسم ديالنا، وتخلي لك نفس زوين اصلا، وخاصه داك النفس اللي كيجي من بعد اكسترا اوردينير. دونك الحمد لله هذا هو الالترناتيف اللي كنعطيو الناس اللي كيتخوفوا من العطش، والناس اللي كيخدموا مساكن في البنيه، ولا كيخدموا في لي كارير ولا هذا، سورتو دوك لي انجينيور. كان هذا السؤال كان تطرح ليا من عند واحد المهندس، كيقول لك اودي راه حنا كنخرجوا لدوك لي كارير وكنعانيو وكتجينا شي هذا كنحسوا بسميتو بالشحفه في اليوم ديالنا. فعطيتو هذه الوصفه في ذاك الليل، اتصل بيا قال لي سير الله يرحم لك الوالدين، هذاك راه دوزت النهار ديالي والحمد لله حسيت لا ما كاين العطش ولا والو. هذا العرق سوت هذا ما عندوش شي حاجه على الذات ديالي، ما كياثرش يعني، انه فقط كيحبس لك كيخليك ما كتحسش بالعطش النهار. ما كاينش شي ناس ممنوع عليهم ما ياخذوش مثلا. ممتاز، هذه اشاره خصنا نشيروا لها. الناس اللي عندهم ارتفاع ديال ضغط الدم، نعم، هما اللي ما ياخذوش. اما غير هذه الحاله هذه كل شيء المغاربه ممكن انهم يشربوا المحلول ديال العرقسوس. اذا معلقه ديال بودره العرقسوس كدير في الماء اللي كيكون ديجا غليان، كنديرو في كاس كنغطيو 10 ديال الدقائق، من بعد كنصفيو وكتاخذوا في السحور ديالك. تقدر باش يعطي الايفي ديالو على النهار. فوالا تقدري تاخذي كاس مع الفطور وكاس مع السحور. نعم، اذا احنا شفنا العرقسوس، كاينه ماده اخرى؟ لا، كاين شي ناس اللي غيقدروا ما يبغوش العرقسوس مثلا، واش كاين شي مواد اخرى؟ دائما حنا في اطار التعويضات، واش كاين شي حاجه اخرى اللي كتقدر دير يعني تحبس لك العطش؟ العطش كذلك شكون اللي غيخلي العطش يبقى محبوس؟ هو الاملاح المعدنيه. نعم. كل ما كانت عندي الاملاح المعدنيه داخليه كثيره، كل ما كتشد لي الماء في الجسم ديالي. وشنو هي الاشياء اللي كتكون غنيه بالاملاح المعدنيه؟ وهو العصير ديال الخضروات. لما كيشرب الانسان عاوتاني بدايه من 4 لتر ديال العصير ديال الخضروات، كن على اليقين بان لا روتونسيون ديال الماء او لا سميتو هذاك الماء في الداخل ديال الاس ديالنا كيبقى طيله اليوم، وكيبقى الانسان ما كيحش بداك العطش، وما كيحش بداك يعني كما كيقولوا ديك لا ترونسبيراسيون، كيبقى يخوي الجسم ديالو كيعرق بزاف وكيخوي كينشف. اذا هذه حتى هي وسيله من الوسائل اللي ممكن ان الانسان يستعملها في الحياه اليوميه ديالو، ما بين الافطار والسحور، وخلي الذات ديالو غنيه بهذا النوع ديال الاملاح المعدنيه اللي من خلالها الماء غيبقى روتوني، الماء غيبقى مشدود داخل الجسم ديالنا. واليوم الموالي كندوزو ولو يكون المساله فيها شيء من الحر، ممكن انه الانسان يقاوم ذاك الحر، لانه الداخل ديالو وعنده امكانيه اللي غتخلي الماء يبقى مشدود عنده داخليا. نعم، كاين عندي واحد السؤال انا بغيت نطرحه عليك دابا ديال خالد اللي تكلم، واش العصير ديال الحامض عنده فوائد في رمضان؟ حنا كنعرفوا اننا بزاف ديال العواصر اللي كنشوفوها في شهر رمضان مشكله ومتنوعه، كاين اللي كيعصر الفواكه بالماء، كاين اللي بالحليب، كاين اللي بالليمون، وكاين الناس اللي كيفضلوا انهم ياخذوا الفاكهه هكاك. حنا شفنا معك بدايه ان الفاكهه من الاحسن تاخذها هكاك باش ناخذوا الكفايه ديالنا، ولكن الناس اللي كيفضلوا عصير الحامض هنا فوائده على الذات ديالنا وشنو تيعطينا تقريبا؟ هو الحامض عجيب، وخاصه في هذه الايام ديال سيدنا رمضان، في الوقت اللي كناخذ الحامض اشنو كندير؟ اولا لما قلنا شنو قلنا قبل قليل جميله، قلنا بانه الصيام كيمشي ليا البوست الرابع. شنو هو البوست؟ البوست ديال التلقيه. ما بين الاشياء لما كتكون عندنا بحال دوك النفايات عندنا في دوك القنوات مزيره، اشنو كنديروا؟ خصنا شي حاجه اللي غتعاونها باش تردها لينه ويتم الاخراج ديالها بسهوله. اشنو هي الاشياء اللي كتلين وكتسرع العمليه ديال اخراج النفايات عبر لالانف؟ نعم، عرفتي شنو هي؟ وهو العصير ديال الحامض. هكاك عصير ناخذوه عصير الحامض تاخذيه. كاين جوج ديال الامور، كاين يا اما كتعصريه بالطريقه اللي العاديه ديالنا، او لا كتشدي الحامضه كامله بالقشور ديالها وكتطحنيها وكتزيدي عليها تقريبا واحد 10 الغرام ديال السكينجبير الخضر، وكديري تخوي عليهم مترو ديال الماء وتخليه الليل كامل. او لا دابا غتخليه النهار كامل. تقلب الوقت. غتخليه النهار كامل وفي الليل غتبقى تشرب ذاك الماء ديالك. فهو عجيب وكيلعب دور ديال انه كيخوي ليا لالاف. كنصفيوه. كتصفيوه بطبيعه الحال، كيبقى غير الماء كتولي هذاك هو الماء ديال الشريب ديالي. ليمونه حامضه. ليمونه حامضه كامله 10 الغرام. كنعملوها في الخلاط زائد 10 غرام ديال السكنجبير طري. حتى هو كيتخلط معها في الخلاط
وكان نخوي عليهم باش ما نخرجوش على الخلاط صراحه نديرو شويه الماء باش باش تحرك شويه الماء الثالثه تطحن ثم كنزيدو لتر ديال الماء. كتكملي هذاك الشيء اللي خلطتي كتكملي تعمري حتى توصلي لترو. نعم. دابا فاش خديتي ديك الحامضه زائد 10 الغرام غتكون زدتي عليهم واحد 200 مليلتر ديال الماء غتخلطك، لما غتخلطيها غتعطيك تقريبا واحد ربعه ديال الخليط، هذيك ربعه غتزيدي عليها الماء حتى توصل ليترو. نعم. المستوى ديال ليترو، ولما توصل للمستوى ديال ليترو غتخليه النهار كامل من الصباح فاش تفيقي وانت مخليها في ذاك الماء حتى المغرب، في المغرب غتصفيه، ولما غتصفيه غيولي الماء ديال الشرب ديالك هو هذاك، وهذا كيلعب دور ديال انه يفي لو دغيناج وكينقي الذات ديالنا، خاصة ذاك القنوات ديال رمي النفايات اللي كاينه عندنا في الذات ديالنا. وحنا كنعرفوا بان الدوره الدمويه ديالنا فيها 20% فقط ديال القنوات اللي كتوصل التغذيه الى الجسم ديالنا، اما 80% كلها قنوات اللي كترمي النفايات. فهذيك 80% ديال القنوات اللي خصها ترمي النفايات خصنا نعاونوا ديك النفايات بالاخراج ديالهم.